السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. سي اوف دون، اللعبة هاي طار انتظارها الحقيقة، يعني الكل كان يترقب نزولها بأي لحظة. صار الكلام وايد عليها اللعبة هاي، وقالوا على أساس أن جوني ديب جاك سبارو المعروف بشخصية جاك سبارو راح يكون أحد الممثلين في اللعبة هاي، فيعني طال انتظارنا الحقيقة لها. وقد تبدو لك من الوهلة الأولى إنها لعبة بحر، يعني مراكب، لكنها تتنوع، تأخذك إلى البحر وترجع إلى البار. يعني اللعبة مشوقة جدا، مشوقة. ما اريد اطول عليكم، خلونا ندش على اللعبه ونشوفها بعد التسجيل. طبعا اللعبه جوني ديب عرضوا عليه انه يكون بطل احد الابطال بهاللعبه، بعد فوزه بالمحكمه، لان قبل المحكمه كان محظور هو من حتى يعني منعوه من الجزء السادس. كان في فيلم جديد لبايرت اوف ذا كاريبيان وانمنع منه الحقيقه، لكن رجعوا وسمحوا لي يمثل. هنشوف اكو واحد، هل في فعلا واحد من الاصوات يشبه جوني ديب؟ ركزوا معي بالاصوات. بلامي، انظر لهذه القطعة النقود اللامعة. أنا كابتن وين، وكنت أراقبك من مدة. وهذا أليكس. شنو اسمك جان؟ طبعا هنا راح تسجل اسم، هو ما عرض عليك إلا حتى تسجل اسم. احنا ميل طبعا، اعدادات الشعر، ما شعر ما يلا خلي هذا يشبه جوني ديب شوية. اوكي فيرتيكال فرونت بريتس، ماكو تسجيل اسم لحد الان، ماكو تسجيل اسم. الان هذا الاسم هو حط هاري دوم، ما راح اشيله واكتب اسمنا. اللعبة كانت محجوبة طبعا. سررت بلقائك. عندي سفينة جميلة اسمها أنطونيا، يمكن سمعت عنها، ينقصنا بحارة، لما لا تأتي معنا؟ رائع، تكون دائما أرغب في البحور إلى البحار السبعة. مؤخرا ما راح تصدق ذانك اللي حكي السمعة، اكو كنز مدفون بالقرب من ايزورز، منطقة ايزورز. انا جاهز، راح تصير بحار ناجح. هذا نخب انتصارنا ونجاحنا. طبعا سيف دون لعبة يعني انتاج قوي شباب، مثل ما قلت لكم هي تتنوع بين البر والبحر. الان بحرنا. في هذا اليوم وصلنا للمكان على الخريطة.
هذا انا جرينهورن جيت بيزي اور كراش يور بارنكلز اشتغل ابو اجيب لك دلدل ومسح القاع اريدنا نشتغل هذا طبعا مش ناطع بالمستطيل على يسار الشاشه شايفينه هرب اليكس والذارم ساعد اليكس اروح ساعد اليكس راح اشيل شو اسمه مع الصناديق هذه تعب انظر ماذا لدينا هنا هنا نجتمع في هذا يقول لنلقي نظرة عليك أتريد بعضا من شوف الجرافيك يعني الجرافيك خيالي طبعا ايها الفئران لا تبقون لا تسرقون الرام الخاص بي طبعا الرام والعياذ بالله نوع من انواع المشروبات كابتن وين از لوكينج فور يو يعني يبحث عني رحت له ساعدني في هذه الخريطه نحن بالقرب من وجهتنا يمكن ان تكون الفيس دوم منطقه اللي ننشدها في اي مكان انظر الى الخريطه هاي طبعا مثل الحجيه يعني لغز حط السهمين على بعض That's it. هذه المشن الذي يليه اناقش وجود الكنز على الخريطة مع الكابتن ماذا وجد طبعا احدى الاجابتين يجب ان اجيب عن احدى الاجابتين نتبع النجوم وراح نعثر على الكنز so, you're saying the treasure only appears at certain times of the day. أنت تقول أن الكنز يظهر فقط في وقت معين من اليوم نعم طبعا بوسايدن اللي هو عفوا عند الإغريقيين القدماء عندهم تدون عدة آلهة والعياذ بالله بوسايدن هو إله البحر عندهم يقول أرى أنه يحاول بوسايدن أن يقول لنا أين في أي وقت سنجد الكنز أعتقد أنه يقول في وقت الشروق لا عفوا وقت الغروب طبعا هذا متفائل الكابتن سنكون هناك في الموعد المحدد لا زلنا نجهل مكاننا
نخلة بوسايدن هي المفتاح، هي اللي تشير إلى الموقع. وجدتها، هناك عدة جزر. إنه يشير أعتقد إلى هذه الجزر، منطقة أزوريس. هناك تقع الحقيقة وهذه وجهتنا. عرفت أنني أقدر أن أعتمد عليك. عاصفة قادمة. هذا تلسكوب، راح نلقي نظرة التلسكوب، نسحب القليل اليسار. اوف، سفن جاية، هاي سفينة قراصنة. ريد بير اللحية الحمراء صاحبها الكابتن، هو يسعى للكنز مثلنا. استعدوا للمواجهة. أنا الجرافيك طبعا، والله الجرافيك خيالي مالها. المدفع، شوف المدفع. هاي دوسها متعددة وبسرعة حتى تدفع المدفع. الحبل ما ينقطع، شو نسوي؟ خل واحد يرخي الحبل وقطعة. صعدت لنا طبعا. لا يا بطل، والله قفزة. طاح الشراع. نشرنا شراع. شراع نحتاجه للمناورة إذا كان هناك أي معركة طبعا. سرعة قصوى إلى الجنوب الشرقي. نحن ندخل العاصفة. شوفوا عصارة. هذا وقت الاكتشاف. سرعة قصوى للأمام. أوكي أوكي، قال مو هذا الطريقة اللي هي مغفل. المدافع جاهزة والفيوز من المدفع جاهز. ممتاز. سنرهم إلى دافي جونز. هنا يبدأ المرح.
ضربناهم طبعا، اغرقنا السفن كنا. احيانا تبع السفينه الكبيره يقول دعمناها نزلناها بالبحر. بلاك شيب، السفينة البلاك شيب قادمة لنا السوداء. طبعا هو بعث لنا راح نضربهم بالمتابع. بعث لنا بكم سفينة منهم. ماذا أتى بك إلى هنا يا صديقي القديم صاحب اللحية الحمراء؟ انظر إلي، شوف، يقول أصدقائك في البحر، ربما تريد أن حطوهم بالدوامة، وجهوهم لنحو الدوامة. يقول عندما أمسك بك سأحولك إلى هرمات. إنهم يتراجعون، هل نطاردهم؟ الشمس تغرب وعندنا أمور يجب أن نتخذها. سوف ننجو من هذه العاصفة. دمرنا سفن كلهم طبعا، كثير من السفن دمرناهم. والبلاك شردت. انظر، الدلافين تقودنا، تقود السفينة. هذا المنظر، منظر الغروب، يأخذني إلى ذكريات. يقول والأماكن الجميلة. أتبعوا نجوم، نحن في المكان الصحيح. كما قلت، اللعبة لا تأخذك في البحر بس، تأخذك على البر أيضا. شنو هاي؟ أخيرا وجدناها. والله لعبة مثيرة وحلوة وجميلة. يكفي هالجرافيك الجميل.
شنو صار؟ القاع كلها تتحرك، الأرض كلها تتحرك. راح أشوقكم وأخليكم الجزء الثاني حبايبي. الوقت صار كبير وسوف يكون صعب تحميل اللعبة، لذلك تنهي اللعبة الآن. كان هذا أخوكم ماجد، تابعوني، إلى اللقاء قريب. دعني أحاول أنا فتح الباب. My life flashed before my eyes. There.